وفي واحدة من المشاهد الرياضية الأكثر حزناً هذا اليوم على ما وصل إليه فريق القوة الجوية من انقسامات وتقاطعات بين الإدارة. كنا نتمنى أن لا يصيب هذا النادي شللاً تاماً بمفصل كرة القدم على مستوى الفئات العمرية أو المدرسة الكروية الخاصة بنادي القوة الجوية. أكاديمية القوة الجوية مثل ما تشاهدون اليوم، اللاعبين الصغار واقفين أمام مقر النادي والأبواب موصدة أمامهم، ممنوعين من الدخول لأسباب مجهولة بكل صراحة. والغرابة أنه اللاعبين وعوائلهم مثل ما تشاهدون مشتركين بفلوسهم، دافعين اشتراكات شهرية حتى يدخلون بمدرسة كروية يتعلمون أساسيات كرة القدم بهذه الأعمار اللي من الممكن أن تقوي وتجعل رصانة بالقاعدة الكروية لهذه الأعمار. يقابلون بهذه الطريقة وتنسد الأبواب أمامهم وهم بفلوسهم. نأكد على هذه الملاحظة، اللاعب مشترك بفلوسه حتى يدخل بأكاديمية كروية خاصة بنادي القوة الجوية. هذه الرسالة اللي نريد نوصلها لهذا الجيل الصغير بالحار، وأكو ناس جاية من مناطق بعيدة ومتحملة عناء الطريق والازدحامات والإجور والتكاليف ومحملة تعب أهاليها حتى توصل وتتطور بكرة القدم ومشتركة ودافعة مبالغ، وبالنتيجة هذا هو اللي صار. خلي نشوفه ولا نعود. يوم 1/7 تمرين المدرسة الكروية نادي القوة الجوية، وهاي حاضرين اللاعبين وأهاليهم كلهم المتواجدين في باب النادي. قاموا في رفض دخول اللاعبين للنادي والتجميل، واللاعبين كلهم دافعين، كل لاعب 50,000 دينار ببصل ومسدد للهيئة الإدارية والوحدة الحسابات في نادي القوة الجوية. واليوم ما خلوهم يتمرنون، ما نعرف شنو الأسباب الذي يدعون بها. هل هذول اللاعبين الذين سرقوا النادي؟ هم ذولا قاعد يدفعون كل لاعب 50,000 دينار. بابا ايش قد قاعد تدفع للنادي انت؟ 50,000 للشهر الواحد مو؟ اليوم ليش ما خلوكم تطبون؟ سدين الباب بوجهكم مو؟ ايش قد بابا تدفع انت للنادي؟ 50 شهرية مو؟ ايش قد تدفع بابا 50,000؟ ايش قد تدفع للنادي؟ النادي هم مطيك فلوس؟ لا